الدكتورة هبة خيري شريف حصلت على الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1996. عملت مدرسة للأدب المقارن والأدب الناطق بالألمانية حتى عام 2002 في جامعة القاهرة. اختيرت عام 2010 عضوا في المجلس الاستشاري للمركز القومي للترجمة بمصر. عملت منذ عام 2002 حتى ابريل 2016 رئيسة فرع المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة، وكانت مسؤولة عن وضع خطط واستراتيجيات المؤسسة للعمل الثقافي بالمنطقة العربية. لها عدة مقالات بالألمانية والعربية حول التفاعل الحضاري والفنون المعاصرة والأدب المقارن، كما أن لها ترجمات عن الألمانية، منها نموذج طفولة لكريستوف وولف عام 1999، ومحنة لبيتر هانديكا عام 2000، وعصور الأدب الألماني. صدر لها عام 2015 كتاب الكار والمرسيدس، حداثة لم تكتمل. انتهت مؤخرا من تأليف كتاب بعنوان ديني ودين الناس، الدين والعلمانية والثورة، يركز على دور الدين في المجال العام ويحلل تجلياته في مجموعة من الظواهر الدينية والثقافية.